اتنين، هل يؤمن ترامب بنظرية المؤامرة في أحداث 11 سبتمبر؟ أحداث 11 سبتمبر المأساوية في نيويورك بالأساس مركز التجارة العالمي، 3000 من الضحايا في هذه الأحداث، نسب هذا العمل إلى تنظيم القاعدة. وبالتالي الرواية الرسمية الأمريكية والموقف الرسمي الأمريكي الحكومي هو أن تنظيم القاعدة هو الذي قام بهذه الأحداث. إنما في رواية موازية بتشكك في أن تنظيم القاعدة قام بأحداث 11 سبتمبر. والرواية الموازية دي مع الوقت لقينا شخصيات حاصلة على جائزة نوبل تعزز الرواية الموازية، يعني تنفي أن تنظيم القاعدة هو اللي عمل 11 سبتمبر. لقينا الرئيس الإيطالي الأسبق ماشي في هذا الاتجاه. كل شاب يلاقي سياسي بيطلع يقول هذا الكلام من داخل الولايات المتحدة الأمريكية. في سياسية شابة أمريكية اسمها لورا لومر ما كانش في اهتمام بيها كبير رغم أن عندها أكتر من مليون على تويتر. إنما هذه الشخصية بقت مهمة 2024 لأن الرئيس ترامب قربها جدا من حملته الانتخابية، فهي بتظهر معاه في الحملة الانتخابية على عدة أصعدة. يعني مثلا من الناس اللي زاروه في البيت في بالم بيتش في فلوريدا أثناء التجهيز للحملة، سافرت مع الطيارة بتاعت ترامب عدة مرات أثناء فعاليات انتخابية، هو أشار ليها بالاسم وحياها واتكلم عنها في فعاليات انتخابية. فالقرب ده من الرئيس ترامب خلاها خلاص شخصية موجودة على المسرح السياسي بقوة. لكن ناس جوه الحزب الجمهوري محتاجين على الصعود الكبير للورا لومر. ليه؟ لأن عندها أفكار صادمة بالنسبة للجمهوريين والأمريكان ككل، لأن هي بتنتمي للرواية الموازية. يعني هي شايفة إن أحداث 11 سبتمبر ما عملهاش تنظيم القاعدة إنما اللي عملتها الحكومة الأمريكية. فتخيل بقى إن في واحدة بتقول إن الحكومة الأمريكية هي اللي دبرت أحداث 11 سبتمبر مش تنظيم القاعدة، وإن اللي بتقول كده اترشحت قبل كده بدعم من ترامب عن الحزب الجمهوري في أريزونا لمجلس النواب وما نجحتش، ودلوقتي هي من أقرب الناس للرئيس ترامب في حملته الانتخابية. ففي واحدة مؤمنة بأن تنظيم القاعدة ما عملش 11 سبتمبر وإنما الحكومة الأمريكية اللي عملت كده، ومع ذلك مقربة من المرشح الرئاسي ترامب. كمان عندها أفكار أخرى صادمة لكن طبعا أقل صدمة بكتير بالنسبة للجمهوريين، إن هي بتهاجم الإسلام والمسلمين مباشرة وبتقول إنها معادية للإسلام وتفتخر، وبتقول إنه في إسلاموفوبيا. طيب هي إسلاموفوبية وتفتخر أيضا، وبتقول هي سعيدة إن التطبيق بتاع أوبر شالها من على التطبيق لأنها بتهاجم السائقين المسلمين بطريقة عنصرية. كمان عندها رأي بتهاجم فيه كاميلا هاريس، تقول إنها مش سوداء وإنما هي هندية والبيت الأبيض هيكون بطعم الكاري أول ما توصل كاميلا هاريس للبيت الأبيض. كمان عندها أفكار أخرى إن جورج سوروس اللي هو من أقطاب أو متعاونين الكبار مع الحزب الديمقراطي، وأفكاره هي أفكار الحزب الديمقراطي، الملياردير العالمي الشهير جورج سوروس اللي مول كتير من الثورات الملونة حول العالم، بتقول إن هو بعت تهديد كذا مرة لمحاولة اغتيال أو الضغط على الرئيس ترامب. أفكار يعني عشوائية من هنا وهناك، لكن الفكرة الأكبر الأخطر أنها ترى أن الحكومة الأمريكية وليس تنظيم القاعدة هو اللي عمل أحداث 11 سبتمبر. طيب هل الرئيس ترامب مؤمن بأن أحداث 11 سبتمبر ما عملهاش تنظيم القاعدة وإنما عملتها الحكومة الأمريكية؟ الإجابة أكيد لأ. الرئيس ترامب قال أنا معرفش أصلا أن هي قالت هذا الكلام، وإن هي مش جزء من الحملة الانتخابية الرسمية، وإن هي مجرد داعمة وداعمة مستقلة من خارج الحملة الانتخابية. إذن يوجد جديد في الحملة الانتخابية للرئيس ترامب قبل وقت قصير للغاية من الانتخابات الرئاسية، أن واحدة من المقربات للغاية من الرئيس ترامب ترى أن الحكومة الأمريكية وليس تنظيم القاعدة وراء أحداث 11 سبتمبر، إنها داعمة للرواية غير الرسمية. وفاصل ونكمل.